السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع يكون دايما بخير. الغرض من الفيديو ده هو ان انا ابسط لك الامتحان، ان شاء الله الامتحان يكون سهل وبسيط علينا كلنا. عاوزك بقى تركز معايا في اللي احنا هنقوله ده. بتاعنا مدته ساعة واحدة بس، من الساعة 9 لحد الساعة 10. الامتحان بتاعنا هي عبارة عن ورقة واحدة بس، ورقة أسئلة وورقتين إجابة. ورقتين الإجابة تمام، هبدأ إن أنا أكتب عليهم كل بياناتي على كل ورقة فيهم. اكتب إيه اسمي على الاقل الثلاثي، اسم الجامعه، اسم الماده، الكورس بتاعنا، تاريخ النهارده، واي بيانات اخرى ممكنه. تمام كده يا شباب عشان تضمن درجاتك، وفي نسخه بتبقى عندي وفي نسخه كمان بتروح للاداره وفي نسخه بتروح للجوده. اوكي، فالورقتين هكتب عليهم جميع البيانات. طيب ورقه الاسئله عباره عن ورقه واحده بس متقسمه كويتشن نمبر 1 وكويتشن نمبر 2. تمام كده يا شباب. كويتشن نمبر 1 ده الإجابة رقم واحد، عندنا قلنا ورقتين إجابة، ورقة رقم واحد الإجابة رقم واحد هتبقى هي على كويشن نمبر 1، الورقة التانية هتبقى الإجابة بتاعت كويشن نمبر 2. الامتحان بتاعنا أوبن بوك، أوكي، يعني تقدر لو عندك مرجع تستعمله مفيش أي مشكلة. طيب هنشوف مع بعض دلوقتي تفاصيل الامتحان، عايزك بقى تركز معايا كويس أوي. الجزئية الأولانية من الامتحان اللي هي هتجاوب عليها في أول ورقة عليها 5 درجات. الجزئية التانية أو السؤال التاني برضه عليه 5 درجات. التوتال بتاعنا خلال ساعة تمام، التوتال بتاع الدرجات بتاعنا 10 درجات. طيب الجزئية الأولانية أو السؤال الأولاني هو في إيه بس، السؤال التاني إيه وبي. السؤال الأولاني بيسألني بيقول لي إيه، بيقول لي إن هو عاوز يعمل مقارنة ما بين الإمبراطورية الشرقية والإمبراطورية الغربية. عارفين كلنا الإمبراطورية الرومانية اتقسمت لاتنين، جزء شرقي وجزء غربي. عاوز اعمل بقى مقارنه، عشان اعمل مقارنه محتاج احدد نقاط للمقارنه. عاوز تتكلم على جغرافيه المكان، ده فين وده فين، اوكي. عاوز تتكلم على اللغه، في الامبراطوريه الشرقيه كانت ايه والامبراطوريه الغربيه كانت ايه، ممكن. عاوز تتكلم على الطابع والطراز بتاع كل واحد فيهم، ممكن. عاوز تتكلم على الماتيريالز الموجود في الامبراطوريه الشرقيه والامبراطوريه الغربيه، برضو ممكن. اكيد في كل واحد فيهم هنرسم بلان او نرسم 3D بروتوتايب لنموذج الكنيسه اللي ظهر في الاثنين. يا شباب فالموضوع مش بس شرح وكلام، لا ده مع الشرح اللي انا بحطه وعناصر المقارنه اللي انا كنت بقولها وبقترحها. تمام، وانت عليك مطلق الحريه تقارن زي ما انت عاوز. هبدا كمان في الاخر، هبدا ان انا ارسم هنا مجموعه سكتشات وهنا مجموعه سكتشات للكنيسه ظهرت ازاي في الامبراطوريه الشرقيه وظهرت ازاي في الامبراطوريه الغربيه. السكتشات دي ممكن 3D او بلان، اوكي، او اي حاجه انت هترسمها. عشان بس يبقى كلنا عارفين، الشرح عليه نص درجه والسكتشات عليها نص درجه، يعني اللي هيشرح من غير ما يرسم سكتشات هو كده فقط نص درجه. نص درجه على السؤال من 5 يبقى كده في 2.5 راح. فانا عشان اخد الدرجه كامله تمام واخر او اخد اكبر قدر ممكن من الدرجات، المفروض اعمل 2، ان انا ارسم السكتش وكمان اشرح عليه. طيب ده الجزء الاول من الايه، من السؤال او السؤال الاول تمام في الامتحان بتاعنا. نيجي بقى للكويشن نمبر 2. بالنسبه لي هي الورقه رقم 2 في الاجابه، متقسمه ل A و B. A يعتبر النص الاول من الوجه، فانا الورقه بتاعتي اللي هي الورقه الثانيه هقسمها كده لايه، نصين. ها النص العلوي هرسم فيه السكتش ده، تمام كده. وبعد ما هرسم السكتش ده اهوت هبدأ أطلع عليه مجموعة الأسهم اللي أنا راسمها ديت، تمام. وهبدأ أقول بقى رقم واحد ده إيه، رقم اتنين ده عبارة عن إيه، رقم تلاتة ده إيه، ليه مسميات مش كده، شرحناها واتكلمنا عليها، هكذا رقم 4 و5 و6 و7 و8، مسميات عناصر معمارية أو مسميات فراغات. زي ما أنتوا شايفين كده ده قطاع منظوري في كنيسة، فأنت هتبدأ ترسمه زي ما هو كده بالظبط في النص العلوي من الورقة التانية، وتبدأ ترقمه بنفس الترقيم ونفس الأسهم دهيت، وهتبدأ تقول العناصر المعمارية أو الفراغات المعمارية في كل واحد، تمام. أنا بشير ليه ده اسمه إيه، تمام كده يا شباب. أدي موضوع بإيه منتهى البساطة، مجرد بس المسميات لعناصر وفراغات معمارية، تمام كده. هيبقى نص درجة على رسمة السكتش إن هي دقيقة، ورقم اتنين هيبقى نص درجة على طبعا الحاجات اللي أنت كاتبها، عناصر معمارية اللي أنت إيه كاتبها.
ماشي يا شباب، يبقى عندنا 8 عناصر معماريه، عناصر وفراغات معماريه. هبدا ان انا ايه هقول بس مسميات ليهم واسمهم ايه. النص بقى السفلي من الورقه، تمام، قلنا الورقه هتتقسم نصين، في جزء علوي وجزء سفلي. الجزء السفلي مجرد ان انا هرسم التو سيكشنز ده، اوكي، بعد ما هرسم القطاعين دول هبدا افكر كده بقى اجاوب على السؤال، ونموذج للقطاعين دول هل واحد فيهم فجر مساحيه والتاني بيزنطي، ولا الاثنين فجر مساحيه، ولا الاثنين بيزنطي، تمام كده. وبعد ما هكتب تحت كل بروتوتايب ده يعتبر نموذج ايه، بينتمي للامبراطوريه الشرقيه ولا الغربيه، ولا فجر مساحيه ولا بيزنطي، اوكي، هبدا ان انا اقول اسباب، تمام. يعني سي انا قلت ان دوت فجر مساحيه او البيزنطي، طب عشان ايه؟ ها باين ايه من ملامح السكشن، باين ايه في القرش، باين ايه في القبه، باين ايه في الجزء النايل، انت اللي تقول ليه اخترته سي بيزنطي. لو انت اخترته فجر مساحيه ليه اخترته فجر مساحيه. نفس الكلام في السكشن الثاني، هبدا ان انا ارسمه، وبعد ما هرسمه انا كده خلاص جاوبت على نص الاجابه. هبدا اقول بقى هو دوت فجر مساحيه ولا بيزنطي. وبعد ما اقول ده فجر مساحيه ولا بيزنطي هقول ايه الاسباب اللي انا خلتني ده اقول ده فجر مساحيه ولا بيزنطي من خلال الاسهم. في ايه عندي هنا اهوت، سواء في الفتحات، في الارتفاعات، في العناصر المعماريه الموجوده، خلتني اقول ان دوت سي فجر مساحيه او بيزنطي، تمام كده يا شباب. يبقى ديت كده الورقه الثانيه الجزء السفلي منها. خلصنا خلاص ورقه الاسئله. هأكد تاني كل اللي احنا محتاجينه ورقتين اجابه فقط، ورقتين اجابه فقط. اكتب فيهم جميع بياناتي، اسمي على الاقل الثلاثي، اسم الماده، اسم الجامعه، التاريخ بتاع النهارده، واي بيانات اخرى ممكنه. واكد تاني واقول احنا الشرح لوحده مش كفايه، والسكتش لوحده مش كفايه، وجوده السكتشات عليها درجه كبيره، فنص الدرجه على جوده السكتشات، رسم السكتشات، والنص التاني هيبقى على الشرح من خلال السكتشات بشكل مباشر، تمام كده يا شباب. ان شاء الله هنلتزم كلنا بالساعه، معانا وقت ساعه من الساعه 9 لحد الساعه 10، هنقعد نشتغل من الساعه 10 لحد الساعه 10 ونص، اوكي، هتبدا تبعت لي على الاكونت الشخصي بتاعي، طبعا بعدها الدرجه مش هتتحسب، تمام كده يا شباب. شكرا لكم يا شباب، هبدا نشتغل دلوقتي، وبالتوفيق دايما. دكتور كمال الجملاوي.